دلوقتي بقى معانا تقرير عن نيرة. نيرة عندها موهبة تغليف الزهور بمختلف ألوانها على هيئة باقات مصنوعة من ورق ملون أو سادة أو حتى بدون ورق، يمكن تستخدم الورد بس يكون مناسب للمناسبة والشخصية اللي احنا بنتعامل معاها. بتعمل صواني كمان كليريك وديكورات من عشان كتب كتاب او خطوبه في البيت، بتعمل ديكورات لطيفه بحيث ان هي توفر برضو على الناس اللي بدل ويدنج بلانر وبياخد الافات مؤلفه، تعمل حاجات بسيطه وجميله. تعالوا نشوف نيره عامله ايه. انا اسمي نيره وائل، انا رابعه كليه حاسبات. انا بدات شغل يعني من حوالي 3 سنين كده ولا حاجه، من وقت اول ما حصل الكورونا. تمام، بدات الاول ان انا اعمل المجات بالصلصال الحراري، كان حاجه لسه كانت جديده يعني تبقى هديه مميزه. وبعدين اتجهت بعد كده للشغل الورقي زي الجوابات الهاند ميد، المراسيل، وحطيت عليها بقى اضافه مميزه. دي كانت حاجه جديده، ان بدل ما يبقى كل الموضوع حاجه جامده او ورقيه، لا حطيت يعني ورد طبيعي. هو لما بينشف على شكله اللي هو البيبي فلاور، فطبعا دي حاجه بتجمع ما بين الحاجه اللي فيها الروح او حاجه فيها معنى وحياه، وطبعا يعني حاجه جامده تعيش العمر كله. يعني دخلت برضو في مش الصور العاديه مجرد ان انا اطبع صوره ولشخص موجود، لا ان انا احاول برضو اجمع ما بين شخص توفى مثلا مع حد بيحبه، ودي اسمها تابلوهات دمج. تمام، بتبدا صوره تتظبط على الكمبيوتر وبعد كده بتطبع عادي وبتتلزق على التابلو. بالنسبه لرمضان كان عندنا فوانيس. تمام، دي فوانيس ليزر، هو خشب. تمام، طبعا في كذا درجه من درجات الخشب باشكال مختلفه. طبعا بعد ما بتتعمل وبتتظبط وتتعشق، في مثلا برضو شكل تاني بيبقى على شكل هلال وجواه فانوس، والفانوس دوت ممكن يبقى يتكتب عليه اسم، ممكن يبقى يتحفر بس يبقى شكل عادي، ممكن كمان يبقى صور. يعني في منها اجزاء تبقى صوره وفي منها اجزاء تبقى حفره عاديه. جزء الافراح انا عندي صواني من اول ما بنقرا الفاتحه لحد ما بنكتب الكتاب. في الاول قرايه الفاتحه، في صواني قرايه فاتحه. تمام، في اللي هي الطارات بتاعت قرايه الفاتحه. بعد كده في صواني بقى الشبكه، طبعا بتختلف كل واحده شبكتها، اللي مثلا فيها كوليه او سلسله بيبقى ليها مكان يتحط فيه الجزء دوت. تمام، او مثلا بوكسات عاديه زي دي كده اللي هي بتحط فيها الخواتم والغوايش وكده. بعد كده بندخل لمناديل كتب الكتاب، هو في طباعه وفي تطريز. التطريز طبعا انا بيبقى معايا حد تاني هو اللي بيعمله، يعني بس معايا شغال في نفس المجال، والطباعه انا اللي بشتغل عليه. وبرضو علشان ما تبقاش مجرد حاجه مطبوعه بس، بيبقى حاجات فيها حاجات يعني بارزه. تمام، يعني برضو ببدا احط كنار ليها بتاع تعمل لها شكل يعني كويس. انا بنصح البنات ان هم يشتغلوا على الفكره بتاعتهم، يحاولوا يطوروا من نفسهم، يحاولوا اي حاجه مثلا قريبه من فكرتهم بس حاجه مور ادفانسد، ياخدوا لها برضو دورات او كورسز ويبداوا يشتغلوا فيها. بنصح كمان البنت اللي عندها طموح يبقى عندها طموح يعني عالي، ان ليه انا الفكره دي ما تفضل بس اونلاين، لا كمان ما ممكن الفكره دي بعد كده تحول لميني ستور، شويه شويه تبقى يعني محل كبير يتعرض فيه كل افكارها دي. هي حاجات حلوه جدا جدا نيره بتعملها، ودي تشجع ناس كتير. انا اسفه، تشجع بنات كتير ان هم يعملوا ده. تخيلي المشاريع الصغيره، بيجهدها في الاول بس بتعمل بعد كده اسم وتكبر زيها زي اللي كبروا قبل كده. صح، بتوفر ان بقت تكلف كتير جدا. الويدنج بلانر اللي بيعملوا افراح او الورود عموما بقت تكلف جدا، فلما بتعمل حاجات بسيطه ممكن تساعد اصحابها وبعد كده تتعرف. يعني برافو عليها نيره. وحاجه حلوه، حاجه حلوه ان البنات كده تعمل مشاريع وتبتكر وتختلف دايما بعدها على طول، لما بتاخدي الموضوع جد جدا وتشتغلي وتعملي حاجات مختلفة دايما بيبقى فيه نجاح.